ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الأخير لسنة 2024 للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص. في بداية الاجتماع أكدت سعادة الوزيرة الأهمية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في مملكة البحرين، والتي تمثل إدراكا وطنيا بقيمة الشباب في بناء واستدامة التطوير في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المتمعن في الحركة الشبابية في مملكة البحرين يتضح له حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت لهذا القطاع في ظل توجيهات جلالة الملك المعظم بضرورة تمكين الشباب والارتقاء بأفكارهم ومهاراتهم، والاهتمام البالغ من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على الاستثمار في الطاقات الشبابية. وأشادت سعادة وزيرة شؤون الشباب بالدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واهتمام سموه بدعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال رؤية سموه الطموحة وجهوده المتواصلة التي مكنت الشباب من الوصول إلى مراكز قيادية مهمة وتحقيق نجاحات كبيرة على الأصعدة كافة. بعدها شرع المجتمعون في مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على مستجدات متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ومقترحات ومرئيات فريق العمل التابع للجنة.